طيب يا صديقي، أنا علي أني أطرح الموضوع وأنت عليك أنك تجاوب على السؤال اللي في نهاية الموضوع. اتفقنا؟ اتفقنا. لا تشوف الموضوع وأنت ما راح، أو لا تكمل الموضوع وأنت ما راح تجاوب على السؤال. أوكي؟ أوكي. طيب، كل منا مر في ظروف في حياته، كل شخص على وجه البسيطة مر في ظروف، مستحيل شخص ما مر على ظروف، ما مرت عليه ظروف أبدا. فتخيل أنك على الظروف اللي مرت عليك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي فقدتهم، الناس اللي صار بينكم بينهم أي موقف، وصار الموقف أو الظرف متعلق في عقلك أبدا، مستحيل أنه يزول. أنا متأكد وأنا قاعد أسولف معك الآن تفكر في الظروف اللي مرت عليك. طيب، تخيل أنك رقدت وقمت من النوم، ويوم قمت من النوم إلا كل ما جرى مجرد حلم غير حقيقي، كل الناس اللي فقدتهم وتحبهم موجودين قدامك. بتخيل الشيء ذا، بتخيل أني أدلك على طريقة أن كل اللي مر عليك من الألم أنه بيزول منك تماما تماما، بيزول منك، وبتنام بتقوم من النوم إلا كل ما جرى حلم، وكل الناس اللي فقدتهم قدامك موجودين. السؤال يقول لك وش الإحساس أو وش الشعور أو وش اللي في خاطرك بيكون؟ أتمنى أنك تطرح لي وش الإحساس والسعادة اللي بتحس فيها أول ما تقوم من النوم وتلقى كل الآلام زايلة منك والناس اللي فقدتهم موجودين معك. يا ليت أنك تشاركني يا صديقي.